ثم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد إخواني الكرام، فأتحيكم بتحية أهل الإسلام، وتحية أهل الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا شك أن بعض المحاضرات السابقة، من خلال المحاضرات السابقة أو الدروس السابقة، قد تطرقنا إلى موضوع أو الإجابة عن سؤال، يعني فيما يتعلق بالإصابات الروحية بما فيها العين والمس والسحر والحسد. وتطرقنا يعني وتكلمنا حول موضوع هل تعتبر الإصابة الروحية، وهل تصنف صنف الأمراض من صنف الأمراض أم لا. فلا شك وقد بينا ذلك أنها تعد من الأمراض. فجسد الإنسان كما تعتريه أمراض حسية، تعتريه كذلك أمراض روحية، وقد تكلمت في ذلك وبينت. وموضوع اليوم الذي يعني نريد أن نتطرق إليه، وهو كيف تقع الإصابة الروحية. فلا شك أننا وجدنا يعني بعض الناس يعني يدعي أو يزعم أنه ملتزم، أو بعض الرقاة كذلك قد ينكر على المصاب بالإصابة الروحية، فيقول له لو كنت مواظبا على الصلاة لما أصابك السحر، أو كذلك العكس صحيح. قد نجد بعض الناس أنهم قد تظهر فيهم أعراض الإصابة الروحية بجلاء، تظهر فيهم الأعراض الروحية، فنجد فيهم مثلا أنه يشكو من الصداع الشديد، ويشكو مثلا من الأرق وعدم الراحة في النوم، وكثرة الكوابيس والأحلام المفزعة، ورؤية الحيات، ومثلا وربما يحلم كذلك باللدغ، وكذلك أحيانا إذا كان في النوم ربما قد يتكلم بصوت، أو ربما قد يمشي أثناء النوم، أو يعض أنيابه يعني أثناء النوم، وكذلك يعني قد يصرخ أو يضحك يعني وهو في النوم، ويتكرر ذلك، والأمر إذا تكرر تقرر كما تعلمون إخواني الكرام. وكذلك يعني من تلك الأعراض، رغم ذلك فهو ينكر، يحس كذلك بضيق الصدر أو تساقط الشعر، وكذلك ينفر من المنزل والزوجة والأولاد والأحباب. فإذا قلت له ربما أنت يعني هذه أنك يعني توفرت فيك أعراض الإصابة، مثلا تجد فيه شحوب في الوجه أو غير ذلك، فهو قد ينكر ويقول أنا لا أصاب بالسحر. فإذا قلت له لماذا، يقول لأنني ملتزم الحمد لله بالصلاة والأذكار والصيام. وفي حقيقة الأمر هذه قاعدة يعني قد شاعت وذاعت، وربما يعني قد استقرت في أذهان كثير من الناس، وفي حقيقة الأمر هذه القاعدة خاطئة، يعني هذا المفهوم وهم وتوهم غير صحيح. لذلك من خلال العلم والتحقيق، ومن خلال هذا البحث إن شاء الله تعالى الذي أطرحه على إخواني، هذا البحث المتواضع، نبين ونسلط الضوء على هذه المسألة، فنبين كذلك لإخوان الكرام أن الحقيقة والتأصيل والتحقيق في هذه المسألة. فإن مجرد الالتزام الصوري لا يمنع من الإصابة بالسحر، لأن الإصابة بالسحر أو غيره من الأمراض الروحية تبنى على أصلين. أخي الراقي، أخي الحبيب، عليك أن تعلني سمعك وتستحضر هاتين القاعدتين المهمتين، وإن شاء الله تعالى سوف يزول عنك كثير من الإشكال، أو تجد الإجابة في كثير من الأحيان، خاصة من حالات ومواقف قد تقع لك أثناء مباشرة وعلاج أو الاحتكاك بالمصابين. أخي الحبيب، أقول لك القاعدة الأولى والأصل الأول في الإصابة، أولا كي تقع هذه الإصابة، نحن صدرنا المحاضرة وقلنا كيف تقع الإصابة. كي تقع الإصابة لابد من توفر أمرين أو ركنين، ف
فالركن الأول وهو الإذن الكوني. الإذن الكوني يعني أن الله عز وجل شاء كونا أن يقع هذا السحر، حتى وإن لم يشأه شرعا، لأن السحر يعد يعني من كبائر الذنوب، بل يعني قد يخرج صاحبه من الملة، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم إخواني الكرام، إذن فهو لا يرى رضاه شرعا، لكن في نفس الوقت لأنه من الكفر، والله عز وجل يقول: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن أذن به يعني كونا. وهذا معروف في التأصيل في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم إخواني الكرام، فالإذن الكوني ينقسم، الإذن الكوني في حق الله تعالى على قسمين: إذن كوني قدري، وإذن شرعي ديني. يقول ابن أبي عبد العز رحمه الله: الإذن الكوني في قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الإذن فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الإذن الكوني أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل. وقال في الإذن الديني: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني الكرام، لابد من وجودهما معا لكي تظهر الحكمة الإلهية من استخلاف الله. فالمشيئة الكونية والمشيئة الشرعية لابد من وجودهما معا لكي تظهر الحكمة الإلهية من استخلاف الله، من استخلاف الله عز وجل للإنسان في الأرض على وجه الابتلاء. فقد خلق الله عز وجل الخير وأحبه وأمر به وأذن به، وخلق الله عز وجل الشر وكرهه ونهى عنه وأذن به. وما أذن في حصوله مع حبه والأمر به وتتعلق به إرادة العبد فهو من الإذن الشرعي الديني. وما أذن الله عز وجل في وقوعه مع بغضه له ولا يتعلق بإرادة العبد فهو من الإذن الكوني القدري. وعليه فالإذن بالإصابة بالسحر من الإذن الكوني القدري الذي يقع على وجه الابتلاء بنوعيه من العقوبة أو التمحيص، أي أن مقصود السحر لا يقع إلا لمن أراد الله له الإصابة. فإن كان في علم الله القديم أن هذا الإنسان سيصاب بالسحر خلى بينه وبين السحر فأصيب به، أما إذا لم يكن قد قدر الله عز وجل له ذلك، قيض له الأسباب التي تصرف عنه السحر فلا يصاب به. وعليه فالكل أمام الإصابة بالسحر سواء، فالكل أمام الإصابة بالسحر سواء، لأنه من جملة الأمراض التي تصيب العبد من غير اختياره. فمن أراد الله عز وجل له الإصابة فسيصيبه السحر لا محالة، ومن لم يرد له عز وجل له الإصابة فلن يصاب بالسحر وإن كاده من بين السماء والأرض. الأصل الثاني: المناعة من الإصابة. إذن إخواني الكرام، كي يصاب الشخص بالإصابة الروحية وخاصة إصابة السحر، أولا الإذن الكوني، يعني الله عز وجل شاء كونا أن يمتحن وأن يبتل هذا الشخص. ثانيا المناعة من الإصابة، وهذه كذلك المناعة من الإصابة. لا شك أن الإنسان يعني في الأمراض البدنية أن الإنسان خلق له مناعة، هذه المناعة يعني تقيه من الأمراض الحسية، كذلك من الحال في الحالة الروحية فالإنسان كذلك عنده مناعة. وهذه المناعة على حسب يعني بعض البحاث من الرقاة أن لها شقين: مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة. الشق الأول المناعة الطبيعية، وهي تعتمد على العناصر الداخلة في تركيب جسم الإنسان
ولكي نستوعب هذا الأمر علينا أن نتطرق إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. فقد ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. والحديث إخواني الكرام رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الأرناؤوط حديث صحيح، والترمذي وكذلك يعني هذا الحديث صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله جميعا في كتاب في صحيح الجامع برقم يعني لمن أراد أن يرجع إلى الحديث. فهذا الحديث إخواني الكرام معناه أن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة من جميع الأرض، أي أن هذه القبضة من جميع عناصر الأرض وخصائصها، وعليه فقد ظهر أثر ذلك ظاهرا وباطنا في بني آدم. ففي الظاهر وصفا منهم الأحمر والأسود والأبيض والأسود والأصفر وبين ذلك من درجات هذه الألوان، وفي الظاهر حالا وطبعا منهم السهل وهو الهين اللين الرقيق الرفيق، ومنهم الحزن وهو الصلب القاسي، الحزن بمعنى الصعب، وهو الصلب القاسي العنيف، وبين ذلك من صفات الوسط، وفي الباطن منهم الخبيث والطيب وبين ذلك أيضا. ومنه يعلم أن جسم الإنسان يتكون من العديد من العناصر، هي جملة من العناصر المكونة للأرض. من المعلوم أن العناصر موزعة في الأرض بنسب عشوائية، فبقعة يزيد فيها الذهب، وأخرى تزيد فيها الفضة، وغيرهما يزيد فيها الحديد، وهكذا. كذلك هذه العناصر المكونة للأرض توجد بصورة عشوائية في جسم الإنسان، فمنهم من يزيد فيه عنصر بعض أو بعض عناصر وغير ذلك، وغيره يزيد فيه عنصر أو بعض عناصر أخرى. ورد عن أبي هريرة بحديث يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. رواه مسلم. الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، فمن غلب على تركيب جسمه العناصر الشريفة أو بعضها كانت مناعته الطبيعية قوية، وغلبة الجن على عنصره أمرا صعبا عسيرا. فهو فمن المعلوم عند الرقاة وعند البحاث أنه مثلا العارض، ليس كل عارض يستطيع أن يتلبس بجسد الإنسان مباشرة، لذلك الساحر يعني يطلب أثر المسحور، وبعد ذلك يبحث من الجن في عالم الجن من هو يعني يتوافق مع الطبع هذا الذي يستهدف، هذه الضحية التي يستهدفها كي يصنع له هذا السحر كي يؤثر فيه. فلا شك أن للسحر قانون. فمن غلب على تركيب جسمه العناصر الشريفة أو بعضها كانت مناعته الطبيعية قوية، وغلبة الجن على عنصره أمرا صعبا عسيرا. وأقصد بالعناصر الشريفة التي ذكرها الله عز وجل في سياق يوحي بشرفها وتفضيلها، مع ميل الطبع البشري في تفضيلها وحبها مثل الذهب والفضة، ومبينا أنها سبب في عذاب الجن كالنحاس والحديد. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ومن غلب على تركيبه العناصر الخسيسة أو بعضها كانت مناعته الطبيعية ضعيفة، وكانت غلبة الجن على عنصره متاحة يسيرة. أما الشق الثاني إخواني الكرام، وهو الذي لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان، وهي المناعة المتكونة في الجسم نتيجة الطاعة التي يقوم بها العبد لله. فكلما كان العبد لله أطوع ومن الله أقرب، زادت مناعته المكتسبة
وتكون في قمتها عند المخلصين المتقين من عباد الله الصالحين، وعلى العكس فالعبد الصالح فالعبد العاصي، وعلى العكس فالعبد العاصي مناعته المكتسبة ضعيفة وتكون أضعف ما يكون عند المشركين، بدليل قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال ابن القيم رحمه الله: بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي، يعني أن الجن قد يصرع مثل ما يصرع الإنسي. وبعد ذلك تجتمع عليه الشياطين يسأل بعضهم بعضا، يعني يقولون: ما أصاب هذا الجني أو هذا الشيطان؟ فيقولون أن العبد الصالح أو هذا الإنسان والعبد الصالح بذكره لله وطاعته وقربه من الله يعني قد صارعه. وقال: إن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله، هذا ابن القيم. وقال: إن الطاعة يعني المرجع إن شئت ترجع في مدارج السالكين. ويقول في موضع آخر كذلك: إن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها، فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من النور ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. ويقول ابن القيم، يعني أورد هذا البيت: فيا نظرة من قلب حر منور، يكاد لها الشيطان بالنور يحرق، أفيستوي هذا القلب والقلب مظلم؟ أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنه وعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهواني. لك أن ترجع إلى كتاب الداء والدواء. وقال عند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، فسحر السحرة إنما يعني ينفذ يعني ويسهل نفاذه، ويعني في عند أصحاب القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي متعلقة بالسفليات. ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعويذات النبوية. وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. وبناء على هذا البحث إخواني الكرام، يعني فالإصابة إنما تقع بإذن الله تعالى أولا، وكذلك إذا كانت إذا يعني تكون بإذن الله، وإذا كانت يعني الإصابة أو المناعة المكتسبة تكون ضعيفة، وخاصة كذلك إذا كانت يعني كذلك المناعة الطبيعية كذلك ضعيفة. وإن أذن الله عز وجل بالإصابة وكانت المناعة الطبيعية ضعيفة والمناعة المكتسبة ضعيفة، ظهرت آثار الإصابة كما هائلا من الأعراض. ولعب به الجني لعب الصبيان بالكرة. قال ابن القيم: القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه، وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن. وإن أذن الله عز وجل بالإصابة وكانت المناعة الطبيعية عالية والمناعة المكتسبة ضعيفة، ظهرت آثار الإصابة
يعني أعراض متوسطة الحدة والكثرة. وإن أذن الله عز وجل بالإصابة وكانت مناعته الطبيعية ضعيفة ومناعته المكتسبة قوية، ظهر أثر الإصابة أعراض قليلة، ولكن إن قصر في الطاعة ازدادت الأعراض وزاد التعب، وإن أقبل على الطاعة قلت الأعراض وقل التعب. وبالمناسبة إخواني الكرام، هناك بعض يعني الإخوة مثلا إذا يعني أو بعض المصابين إذا يعني شرعوا في الرقية قد تتهيج لهم الأعراض، إذا شرعوا في الرقية يعني قد تتهيج لهم الأعراض، فيتوهم يعني أن مثلا هذه الرقية لم تنفعه، أو أن التحصين لم يؤتي أكله. وفي حقيقة الأمر إنما هذا إيهام من الشيطان، ما عليك إلا أن تواصل وتصابر في الرقية، وإن شاء الله تعالى يعني سوف تخف الأعراض وتزول تدريجيا إلى أن يتغمدك الله عز وجل بالشفاء من عنده. فلا مبطل للأسحار إلا الله، ولا شافي إلا الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما تعلمنا وبما علمنا، وزادنا الله علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.